المؤتمر وبأول الاجتماع السنوي الأممية الاشتراكية، وكان فيه بعض من الزملاء معي. أساسا هو بعد اللي أنا متهيئ للجواب عليه، مع أن مرة أخرى الصحافة حرة في سيرته. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص البلد، أعتبر أنه في ظروف حقيقة ما يحسد عليها. أولا ظروف أمنية خطيرة جدا، به اللي تعرفوا عن أي الحرب اللي تدور رحاها الآن في مالي. تعرفوا عن نحن مالي عندنا كحدود قرابة 2300 كيل. تعرفوا أن حدود مالي ما هي معولمة ولا بها حواجز طبيعية، معناها أن نحن مالي لا حكم انخلاع، وأن ما يحدث في مالي يصعب جدا أن موريتاني تنجى منه. وبالتالي هذه الحرب اللي حرب خطيرة جدا ومحرك فيها قوات كبيرة، مثلا فرنسا حسب اللي تقول الإذاعات عندها 4000 جندي، وفيها جنود أخرى من غرب أفريقيا. معناها أنها حرب بمفهوم الكلمة، بمعنى الكلمة. وعند حدودنا وقطعا عنها لا يتأثر جدا، ليس فحسب لعلاقاتنا التجارية اللي مهمة مع مالي. تعرفون مالي عنه أدقى عن واكشوط، من واكشوط واحد من المواني اللي استورد عن طريق مالي. وتعرفون نحن مالي ما خالق شيء ما يجينا من مالي. تعرفون جينا من عنده الزرع، تعرفون جينا من عنده لالو والصلاحة والشروط يا سروخة. وأخطر من هذا كان طبعا التداخل البشري اللي بين نحن ومالي، واللي يجعل حقيقة أن هذه الحرب أنها واعر واعر صعب جدا النجاة منها لموريتانيا. وبالتالي ينبغي أن نعود بعد طارحين هذا في حسابنا وفي حالة استنفار معنوي بالنسبة لما قد يحدث في الأيام والأسابيع القادمة. يبدو مالي حسب اللي تقول الإذاعات الأجنبية أنها قد تكون متسعة الوقت، الناس اللي داخلين فيها خاصة على الفرنسية تقول بأنها قد لا تكون قصيرة، الوقت قد لا يكون قصير. لأن هذا حقيقة أمر خطير وتهديد كبير ومخيف بالنسبة للأمن واستقرار موريتانيا. زيد على أكلنا واللي حالتنا الداخلية وأنا أعتبر أن الجبهة الداخلية أنها مهمة جدا. هم عندي قاعة في معظم الحالات من جبهة القتال،
يبهة داخلية ملي أعرف أنها متمزقة، أعرف أن ما فيه إجماع وطني على شيء، ونعرفه ندرك عنه أنه فيه حقيقة الحكومة في واد والناس الأخرى في واد آخر، وبالتالي الوقت اللي فيه الحرب على الحدود وفي الوقت اللي الأمن فيه مهدد بالحرب وبالإرهاب، في نفس الوقت مولي فيه تمزق وكراهية تتسم بها إن صح التعبير الجبهة الداخلية، وهذا خطير جدا. زيدوا على هذا مولي أن الأفق السياسية ما هي واضحة. نحن اليوم نعتبر أن بلد بدون قانون، هذا حقيقة يدرك جميع الحالات. قال أعطي نعطي منها حالة واحدة، هي أن برك ما فينا هيئات منتخبة، البرلمان والهيئات البلدية كانت يجب أن تكون تم انتخابها قبل نوفمبر 2011، ونحن اليوم في 15 شهر بعد التاريخ اللي كان يجب أن تكون فيه هذه الهيئات منتخبة وتمارس أعمالها، ما فات إلى اليوم انتخبت، ولا فيهم اللي قاع أفق واضحة انتخابها، ولا فيه أرضية انتخابها، لا من حيث الحالة المدنية ولا من حيث هم اللي لطمئنان للجهات كاملة أن يقدروا خلقوا انتخابات نزيهة وشفافة في الظروف اللي موجودة اليوم. وهذا الحالة اللي تعرفون الحالة، تعرفوا حالة الأسعار، تعرفوا حالة الموريتانيين عموما اللي يرثى لها، وتعرفوا عن الشباب اللي هذا منه اللي هم اللي أقل من 29 سنة يمثل ما يزيد على 1/4 من السكان، 75% من سكان هذا البلد أعمارها أقل من 29 سنة. هذا من جهة قوة وأمل كبير للبلد، غير مولي من يعود مفرط فيه يعود قنابل موقوتة. والنتيجة بعد الواضحة أن هذا الشباب عنه اليوم ما عنده تكوين بعد قاع حقيقة مدروس ومعتبر، ولا عنده تشغيل، وبالتالي خطير جدا هاي الحالة، ولا غرابة. وأنا بعد آسف عليه جدا، قرباط من لا غرابة أن قد يذكر حد من هذا الشباب عنده دور والله عنده مشارك بعض من هذه الحركات اللي توصف بأنها إرهابية.
الناحية أخرى مالي بعض هناك مالي مفارقة بعض. نحن بلد غني تقيرها شعار عند الحزب التكتل، احنا بلد غني وشعب فقير، غني بالتذكير بعض تعرفوا بع غني به اللي عنده ثروة قطعات هي اللي معتمد عليها قاع في سالف الدهر هي المواشي، راهم ما تلاوا يجبروا الشرطة ولا تلاوا يجبروا ظروه اللي مواتية على وتن على الجفاف، يقهر بعد بالرغم من الجفاف مازال فيه مواشي مهمة وهي اللي تعرف الناس وعندها مهارة في دواها ومهارة في تنميتها، ولا ما معدل أي دعم ولا تحظى أي اهتمام ملموس بعد وعملي من قبل السلطات. النقطة الثانية من الثروة هي الثروة السمكية، وتعرف عنها ما أخفى على أحد أنها حقيقة تخضع لاستنزاف وهدم، أنا أقول هدم مخيف، ويستمرت الأمور على ما هي عليه مع أنها أظهر العماء الأخيرة عن فيه نقص للكم ونقص ملي للحجم من السمك اللي يصاد، والله يصطاد، وهذا يوحي بأن عاد يصيد في مناطق التناسب، وهذا ملي لا يزيد انقراض شروط والله ظروف انقراض هاي ثروة المهمة. ثروة الثالثة، هاي الثروات الثالثة ثلاثة مهمة بها اللي كانت تتجدد هي الزراعة. احنا خارج الزراعة اللي من جراء الامطار عندنا 135 ألف هكتار قابلة للري على ضفتنا من نهر السنغال، هاي ملي ساء توزيعها بعد قاع ما وزعت على المزارعين الحقيقيين وساء تأطيرها وتفقد الأسمدة اللي مناسبة وتفقد ملي التأطير الفني، وبالتالي ما هي زادية مستخدمة استخدام اللازم اللي لو حصل تكون تكفي من الأشياء اللي نستهلكه، كيف ذرة وكيف الأرز بعض الفواكه. هذه المصادر الثلاثة المواشي والسمك والزراعة الزراعة للري، هذه هي بالنسبة لي أنا هي اللي مهمة، هي اللي تتجدد وبها اللي منين تمتلى كيف نقوله تم دائما كافيتنا أكثر منا، والطلب مولي الدولي الاستهلاك يزداد يوما بعد يوم بزيادة البشر ومولي تحسن الظروف الاقتصادية على المعمار. فيهم مولي طبعا نحن تحدثوا بنعم الشكر بلد مناجم، وهي مولي المناجم ما هي مسيرة تسيير هام مدة ولا تزيد به ما تزيد به اللي تجني من هذه المناجم من
أولا أعماله من رفع المستوى الفني للعمال من مهارة إلى انتهت هذه المناجم وستنتهي تعود ذم مهارة وكفاءات يقدوا يعودوا ويجبروا توظيف وطلب في الداخل من شيء أخرى ولا من الخارج. هذه الحالة الاقتصادية واضح أن المفرطين فيها، واضح أن تسييرنا أنه أعرج والله قاع ما كان لم يكن، واضح أن اللي نجبروا منها ولو قل أنه زاد هو تسييره وتوزيع على المواطن من جهة ما هو واضح وله شفاف وظاهر لأنه اللي ما نلمسه بعد ولا نشوفه أن انتفع منه المواطن. وفيه قاع ياسر من الأقوال أنه داخل تريا حتى من الرشوة ومن المحسوبية، وهذا حقيقة سوء التسيير وسوء التدبير. تعرض عن يقول المثل لا قلة مع التدبير ولا كثرة مع التدبير. هذه تقريبا صورة موجزة هي الحالة الاقتصادية في البلد، ولذلك هذا كامل واضح فيه أنه مثلا يفهمنا السبب اللي الشباب اللي منه ماشي شور الخارج ويقع يصيبه من اليأس اللي يصطاده بعض الجهات الإرهابية، وهذا حقيقة خطير على أمننا وخطير على تطورنا الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، وبالتالي خطير على مستقبل موريتانيا. هذا مولي يضيفه له الناحية الاقتصادية الاجتماعية أن مولي ذم رجال الأعمال اللي حاول يعدل استثمارهم والله يبني شيء من الاقتصاد والله يعاون في بناء شيء من الاقتصاد، يعود مولي هدف للدولة والحكومة وتحاول دائما تضره وتنال منه، كيف اللي ما يشقل عشرات ومئات المواطنين، وكيف اللي مؤسساته إلى أن قفلت ما هي ما فيه ضرر للعباد والبلاد، وهم منها بعد شيء دخل فيه حد أجنبي، لأن يعود مؤسسة فيها حد أجنبي ويدخل ذاك يخضع له ويتجاوب معه، ومن هنا يفعل الصمت مسكين لا الموريتاني وحده ذاك ما قد فيه شيء الحد، ويالله لا يركع ويالله لا يهان في كرامته وفي استقراره وفي أمنه. وهذا الأمثلة فيه كثيرة
سابقا وحديثا، ومنها بعد ما يعاني منه رجل الأعمال معروف محمد بن أبو عماد. تقريبا هي ملخص للحالة اللي تعيش البلاد، فمنها سياسيا وأمنيا واقتصاديا ومعنويا، وغرق لا يتوقف ونعود نشاو الأسئلة بالحين ما لا يدرك بالقوة، علما بأنه ملي عن قد يكون اعتراف بأن الغلو ملي أنه في وقت معين يعود لابد له من المواجهة بصورة ما هي ما هي لا الحوار واحد. يقال بعد الاختيار عندنا أن يتم دائما ولو وجبة ظروف أن نعود فيه. ومقع رجال الأعمال ما عليهم عمده الأحزاب، رجال الأعمال عندهم مصالح في الدولة، عندهم مصالح في الداخل والخارج. يقعد واحد منهم شخصيا قد واحد من عود الحزب، يقير بعد مؤسساتهم ما عنده علاقة بعبد الأحزاب، مؤسسات عنده شؤونهم، عنده ناس تفرق على لهم اللي مباشرين السياسة، وبيذوك اللي عدلوا شيء شاخرة مهمة، ونرمل لها باطل هدم المصالح البلد. باللي كي يقول مثل العربي مال وجبان، ما يستثمر أبدا بصورة مستمرة في بلد فيه ظل، وبلد ما قانون فيه ما هو سيد. به اللي المال ما خايفين حتى ولا منين يشوف حد وعدل ويقول أصدع البلد ما هو حزم، ما هو حزم لنقيت بلد ما فيه، لنقيت بلد ما فيه يتم عدوا مثلا ساكنين بلد أخر، والله يستثمروا بلد أخر ويعدلوا يطوقوا يتوقطوا بالحسانية، يتوقطوا البلد من يعود عنده فيه مهمة، يمشوا حد والله يقبلوا حد من البلد، يقر ما يقبلوا يديروا ثقلهم فيه، وهذا غير خسارته على البلد، خسارته على العمالة، وخسارته على المرافق، وخسارته على بعض سمعة البلد إنه ما هو بلد مثلا موت ما يتحدد يدير فيه مال، ولا خطير جدا. وحقا ما يجوز إن الحكومة ما هي واعية هذا. وأنا بعد لا يغتنم هذه الفرصة ولا نطلب من محمد عبد العزيز، تعرفني ما قد طلبت منه شيء، يعني بعد تعرفني ما قد طلبت منه شيء، نطلب منه إنه يرفع اليد عن رجال الأعمال ويعطيهم العافية، ويا الله يخلصوا بال الضرائب، يا الله كل حد يخلص الضرائب، يقير الضرائب ما يا الله تعود مولي رواية فيد الحكومة توظف حسب مزاجها. انت را كانوا قاعوا محمد عبد العزيز يخلص الضرائب، انا بعدها قاعوا نقبل يا الله يخلصهم، ويا الله انا خلصهم، ويا الله كل حد يخلص الضرائب، يقير يعودوا ضرائب معروفة مسبقا وحد وطريقة معروفة، وحد ما خلص يعود عليه أشياء دار عليه غرامات، وذا يقال ما يلا تعود وسيلة تستعملها الحكومة حد راضي عنه ما يخلص، والله يخلص شوي، وحد ما هي راضي عنه توظف ضده وتحسم قضيته وتهلك وسائله واستثماراته لهذه ما هي راضي عنه. هذا ما هو حكومة، وله أسلوب التعامل بين الحكومة والمواطنين. المواطنين يا الله تعود الحكومة تحترمهم، ويا الله تعود سياستها واضحة، ويا الله تعود حد الناس كاملة تحت القانون، حد منها خرق القانون وتجاوزه يا الله يعمل فيه القانون، يا الله يعمل فيه القانون بدون إسراف
وحد منهم مولي ما عدل شيء ما يا الله يعدلوا مولي ما يا الله يمولى وراء واركم بعد أنا ما أطلع نقرأ اللي تكتبوا كاملين رياركم بعد الضرائب اللي انت عطيه سنين بعد رياركم ما تتخلص حاسمين منها من عند إيه من باطل رأي بعد الله رأي قايلة بعد محمد عبد العزيز نحن فايت عليه بعد ما 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 يالله حد شيء فات شيء فات وقته ما تري وخلص لكن قال التقادم وذاك الآخر منه يالله وخلص من الناس كامل يالله وخلص من لا من واحدين واحدين ما يخلص من ذاك ما وصل ما وصل ولا استقام بيسي ولا والناس ما اللي ما يقابل الناس ما بايت عليه شيء ولا إلى يتقول تم كل هي تنعزل هذا ما يخلص والله هي خلص شوي وهذا الصندور طيح لي طيحت الفجر ما يتوقع لا وصاله بما يخص مبادرة الرئيس مسعود حقيقة الحزب ما أقبل فيه موقف نحترمه كل حد ومسعود رئيس حزب وزعيم سياسي كبير احنا زميلنا اعتبروه قدروه قد شركنا قاعة فترة من السياسة في حزب واحد ونحترمه له مبادراته ونحترمه له كامل اللي يقوم به ونقدروه وخير الحزب بعد ما تطول بيقول قال لي حد الزملاء القضية إنه فعلا مطروح عند المنسقية والمنسقية ما هذه أوت الموقف طب وبالتالي ما قد يعطيهم ذاك السقف اللي يعطيهم ذا القروض اللي يجبروا لكن اللي منهم بعد يجبر قروض واخوة على البنك المركزي اللي تعود تعرفونها أقل فوائد وبالتالي هو موجب وفي كل بلد بعد في بنك مركزي حقيقي يجبر المعلومات الدقيقة يقير في قانون بعد ما غير يامس والله اليوم ان هذه المعلومات محرم عليه انه يعطيهم للضرائب وانا بعطيت من 5 سنين ما هي زايده بنهار واحد ونقول لكم ان ما قطيناه ولا قط طلبت منه وقطعا لون طلبت منه ما كنا نعطيه هي اللي مخسر البنك المركزي ومخسر الثقه الضروريه اللي بين البنك المركزي ورجال الاعمال واحمل هو اللي كان مدير القروض والدراسات دي عنه يشهد على هذا إذا تمويل البنك المركزي جعلوا بوتيك ومصدر معلومات ما هي جائزة هذا مضر بالبنك المركزي ومضر بالثقة فيه ومضر بالعملة الوطنية وبالتالي ما يتواسع ويلا ينترك وينتاب منه سيد رئيس اختار نطاو شوية للحروف ولو في حدود معينة ما يتعلق بمبادرة مسعود من درى كان عندكم تفاؤل بهذه المبادرة بالتقريب بين الفرقاء السياسيين وبرأيكم سيد رئيس افتكرتوا القوانين الديمقراطية النظام بالفعل يبحث عن حل جدي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة ومعارضته ناصحة كما يقال والله العكس شكرا لكم نحن نحترم ونعتبر كل مبادرة أحرى إلى عاد جاية من شخصية بحجم وبوزن الرئيس مسعود بن خير كيف قلت لكم ملي
نعم تناقشناها بالحزب وكنا حتى الآن قاع سيد ما قلتها لكم سابقا هذا كامل اللي يعني التعاون مع هذا الحكم كنا مفضلين نناقشه في إطار المنسقين لأن اللي نحاول عن شيء كامل قدينا نتوافق عليه ونرى الظروف اللي قلت لكم أنها جيدة ونقية في قيت الأجواء في المنسقية شيء كامل قدينا نعدله مع بعضنا مثلا دائما نفضله وراه شيء ما قد يخلكم اللي ما يخسر شيء قلت لكم إحنا حزاب كل عنده مواقفهم اللي يدعو لا لا بد لهمها وهي بعد قضية الانتخابات حتى الآن في إطار المنسقية أنا بعد ما حسيت إدارة أن فيه تباين بين أعضائها ظهر لي عن الظروف اللي الشروط اللي الأدنى اللي قد يخلي بيانات أنها قط المنسقية عبرت عنهم ولا هم اللي ما زالوا عندنا يبقى طبعا تفاصيل أكثر إلى حان وقتها والله حل فيه شيء كما يقال ذيك الساعة وظهر لي بعد أن حتى الآن طلبتوني بعض رأيي حتى الآن أنا بعد ما شفت الظروف اللي قد يخرب فيها شيء من ذاك ذلك هو ما خلق الله مشكلة ما خلق لها حل يقير بعد كيف يقولوا مثل حسان يد واحدة ما تصفق مني لكن حل لا وداله من طرفين كله يصلت اللوخة ويأخذ منه ويترك منين يعود الله يشرب والله نرشموه احنا بعد قطعة ما لنا شاربين ومنين يعود الله